هذه غفلة يعني؟ كذي غفلة؟ ما أدري يقفلوا وياي شيء. لا أدري هم قفلوا وهم عادي يقفلون طبعًا عشان أنت خلصت، بس الغفلة مو عدلة. ما كانت عدلة. شيء فاجأتني يعني دب. هذه قشلة. يومين مروا علي. وين حفظت الأغنية؟ من حفظك الأغنية هذه؟ يومين مروا علي. إيه علي أنت قاعد تقول لي. صحيح اي طلع اسمعك علي مرتين دازه انت مرتين علي قلت وقلت خل علي قلت علينا بعدين في شغله قال واقف واقف انا على بابك انا على بابك بسيطه هذه بس انا الحقيقه في عندي ملاحظه بس مو هذا ابي زين اللي هي اخر سطر مطربك المفضل لا يوجد من مطربك المفضل لا يوجد شخص معين انا للامانه طلال قلت لا ياينا اللي بقول عنه شكليته برميته قرص عقيلي قلت كذي خلاص بعد اللي مو عاجبه واحد من المطربين لا ميسي اكيد ما في يعني شخص معين ايه لا لازم عشان هذا اللي قلت كذي يعني ها بياينا خلاص هذا ريال شي شي. يعني يعني بالنسبه لي انا اسمع الكل يعني ما اسمع شخص معين يقول على خل اسمع الكل مثلا قلت انا لا اسلوب حديث في الغناء يعني بعد خلاص بيقلب لنا الساعه الاغنيه ثانيه ايه قول أغنية بدون إيقاع قول أيوة يلا يلا بدون إيقاع بدون إيقاع خذ راحتك فيها للصبر آخر خلاص خلاص عافك الخاطر خلاص عافك الخاطر حاولت أسامح أسامح ولكن ماني بقادر خلاص لحظة كلها بالقاع بدون أورج للصبر آخر خلاص خلاص عافك الخاطر خلاص عافك الخاطر حاولت أسامح أسامح ولكن ماني بقادر خلاص عافك الخاطر خلاص خلاص عافاك الخاطر يا طلال okay. يلا يعطيك العافية ايش صار جوا؟ والله تحبطنا وايد تحبط؟ انت فشلتنا اكيد ليش؟ انت فشلتنا صوته كان حلو صوته حلو بس فشلنا على المسرح وقالوا لك عافاك الخاطر خلاص خلاص عافنا الخاطر انت عندك موال ثانية؟ لا كلش؟ ما تلعب كورة؟ لا والسؤال لا تطبخ؟ قالي لي من تحب من الفنانين تيش الكاتب لهم لا يوجد فنان اكيد اكيد ما في واحد معين صوت السهر المشترك الرابع فهد الملة يلا مع صبية سيبوني كذا ناسي ناسي بالهوى قاسي مهما كنت انا قاسي يا رعاك الله تعالي أنا طبعاً زي ما انت شايف فهد كثير من المشتركين يعني اصواتهم وايد حلوه بس الحكام ضاغطين عليهم خالد الملا فرق بالالوان ايه هذه العيشه قلبي من الفرقه كم الريشه ستخل عليهم انت في ارضك يا ليت انا مثلك انا اقول عمت ارضي حتى ولو جمال عليشة قلبي من الفرقة كم الريشة كم الريشة حبيبي موفق إن شاء الله خلوف عنهم وعطهم كم الريشة سلام سلام هلا والله هلا والله دام منك ماسك عود وهي ميكروفون حق العود إذا تحمل أن العود يطقع على صوتك شو تريد السمت شا حداق وينك يا درب المحبة وينك يا درب
سامع ان فهد شعبي. نعم شعبي مطرب شعبي نوعا ما. ها نوعا ما يعني تبي تشهد على روحك يعني؟ لا هذا اقول لك فهد مطرب شعبي. زين سمعني الحين لحن، اترك عنك العود. حاضر سمعنا بدون لا دير بالك عليه، هذا لا تقدير واحترام. سمعنا شنو المحبة بدون اخلاص سبة وتهمة تورث القلب هام، تورث القلب هام، والمودة من المحبوب رأفة ورحمة يا حبيبي رحم، يا حبيبي رحم، فيك قاسيت جم، فيك قاسيت جم، ما تهيبت ظلمك انت وينك وانا وين، من حسانك تفضل جودني باللقاء يا قرة العين. نعم تفضل صدح. انا اقول طبعا ايد ابو معاذ، يعني انت خولفتنا كلش، قلبت الصورة عندنا. انت مطرب شعبي، انت قلت اسمي غير بس اسمك فهد الملا وقلت لقب. انا طبعا من اول ما مسكت العود بقضوة الريشة فهمت ليش سموك فهد الملا. واضح المسألة انك متقمص شخصية الفنان الحبيب خالد الملا، لانك غير في البرنامج، روح جديدة في البرنامج. راح اقول اوكي، بس بدون العود تحتاج الى اكثر من هذا. انا بالنسبه لي اوكي كلون جديد في البرنامج. رايك وسامع صدري. يعني استاذ احمد انت سبقتني، احس الخامه خامه يعني جديده. المشكله هل انت صوتك مبحوح مغني وايد؟ نعم. لا واكل سمك اللي هو الثاق ما يعني اذا خفاق. لان المشكله ان صوت البحر هي موجودة عندك بس مو بهالطريقة، يعني وايد أحس صوتك ناشف. نعم صح كلام. أي. أنا أصلاً قبل أي نعم يعني كنت مغني وايد مو شوية، فكنت مسوي بروب حق هني، وهذا اللي خلي شوي صوتي يروح يعني. بس إن شاء الله صوت أنا يعني إن شاء الله بإذن الله أنا راح يتحسن يعني. أنا سمعت الغناء الحر بدون إيقاع وبدون هو واقف قدامي، فحسيت إن صوته أعطى فرصة أبو معاذ، لأن أنا حاس إنه راح يسوي شيء. خامة الصوت عنده غريبة شوية. أنت يعني إذا قلت أنا لا وأنتوا قلتوا إيه ما... راح تغلبوني يعني؟ لا أنا ما أجبرك. أنت لا من الحين إحنا الدكتور ما أعطانا رأيه ترى أبو معاذ. إيه أنا لازم أختلف معاي، لازم أختلف بالرأي. أنا لازم أوكي أقول. يعني أنت لا أنا أقول لا حق فهد. يبقى الموضوع عندك دكتور. أنا أقول فهد. أنا أوكي. أنت اللي يختلف معنا. إيه؟ أنا أوكي. أنت أوكي، إذا معاي أوكي، صوتين ضد واحد. إيه. الله يوفقك، مبروك اجتزت المرحلة. أوكي. ولا تنسى الزبيدي مطبق. لا الحين عرفت. روح روح لازم يرشينا شوية ما يصير. حبيبي حياك حبيبي. ألف مبروك. ألف مبروك. يعني 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 مقبول. مقبول 100%. صدق أنا كل ما حاولت إني أغني شيء جديد لقيت إن القديم هو الأجد، والأغاني الشعبية اللي أنا قاعد أغنيها أتمسك فيها ولو على ذنب البعير. على ذنب البعير، وأنا أقول دربك خضر. الله يحييك. إلى الأمام إلى الأمام. ألف مبروك. الله يبارك. شوفك لايف إن شاء الله. مبروك. أكيد أمولا سعيد الفاضل أمولا. صلاح الشمري رقم 5. صلاح الشمري صبقي حق صلاح الشمري يا جماعة.
كيفك خايف؟ لا ان شاء الله. المشترك اللي كان قبلك كان اسمه فهد الملا، حلو، وكان خليفته الفنان الاستاذ راعي الاداء الغريب جدا في جلسات الكويت وسمراتها، الفنان خالد الملا. حلو، انت لك شخص معين لك مفتاح معه من هالفنانين الكبار ولا والله ولا لك مفتاح خاص فيك؟ لا ان شاء الله بغني يعني، وان شاء الله العجلة الموجودة ان شاء الله هم يقيموني صراحة. على فكرة اللي قبلك قال انا يعني راح اتم مع القديم ولو على ذنب البعير. حلو، انا صراحة ما فهمت شنو مقصده. زين هو على ذنب البعير، انت شنو راح تكون؟ انا ان شاء الله على جناح الحمامة، ان شاء الله على جناح الحمامة ان شاء الله طاير. الله يسلمك ويا عصفورة، طيري طيري وشوف لنا شيء صغير. يلا روح طير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو؟ مساكم الله بالخير. مرحبا، يعطيكم العافية. يزيدك عافية، حياك. عرفنا باسمك. أخوك صلاح الشمري. صلاح الشمري. والنعم. ما عليك زودك، حياك. شو بتسمعنا؟ والله كيفكم، إذا في شغلة معينة ببالكم ولا من اختياري؟ لا لا، اختيارك طبعا. كل ما نس نس من الغرب هبو حمل الناس ما سلام، واللي ما احتسهل واللي ما احتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كل ما نسنس ناكل صلاح. هلا حبي. يعني حرام عليك، الأغنية بوادي وأنت بوادي ثاني. أي حلو، سمعنا شيء ثاني. يلا حلو حلو. يلا عشان نبي نرضي الأستاذ سليمان والأستاذ أحمد. حاضر حاضر حاضر. أي يا ناكر العشرة يا ناكر المعروف، صبرك يجي بكرة بذكرك وتشوف. يا ناكر العشرة يا ناكر المعروف، صبرك يجي بكرة. صلاح هذا استاذ، يعني كذي احنا قاعد نضيع وقت. الله يطول عمرك. اي بعدين حتى يعني حتى القفلات العرب ماكو شيء، كله باي باي، ما يصير. اقول لكم باي باي. لا باي 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 يا حلوين لو سمحت. انت معترف بهالشيء زين، فما نبي نضيع وقت. لا لا شرفني وقفت. انت قاعد تغني كل ما نسنس قاعد تطري على بالي كلمات جديده، كل ما نحن